مساء الخير، لو سمحت بالصباح لكن التليفون واحد. أساس وصلنا على الباب الرابع، مثل ما شفنا كتابنا يعني مقسم لخمس أبواب. الباب الأول شفناه اللي حكى عن دائما خلينا عم نسترجع المعلومات حوالين مخزننا، حكى عن مرحلة التحقيق الأولي. شفنا الباب الثاني الإثبات، شفنا الباب الثالث مرحلة التحقيق الابتدائي، يعني شفنا قاضي التحقيق بمرحلة التحقيق الابتدائي، شفنا قاضي التحقيق وقاضي الإحالة. هذا عندنا في الباب الرابع المحاكمي، هو باب بسيط وبعده يعني هننتهي من طرق الطعن بالأحكام. سبق وحكي وقت بتبلش دراستك بالامتحان بلش من عند قاضي التحقيق، يعني أهم أبواب من هذا الباب تبع الباب الرابع. أسئلته بسيطة، أن التحقيق الابتدائي طرق الطعن بالأحكام، يعني هذول اللي بيدرسهم وكل من لا يتجاوز 70 صفحة أنا بضمن له 70، إذا مو دارس شيء بس فهمان. بس هذول اللي بيدرسهم يعني 70 صفحة اللي هم التحقيق الابتدائي قاضي التحقيق الإحالي وطرق الطعن بالأحكام، هن ذوق القصيد وحجر الزاوية. هنبدأ بالمحاكمة. قول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أساتذة، شفنا بمرحلة التحقيق الابتدائي المبادئ الأساسية لمرحلة التحقيق الابتدائي، أو خليني أبدأ معك من نظام القضاء السوري، هو الفصل بين سلطة الادعاء وسلطة التحقيق الابتدائي وسلطة المحاكمة. شفنا بمرحلة التحقيق الابتدائي في مبادئ أساسية اللي هي السرية، شفنا قاضي التحقيق بيكون بغرفة هو وكاتبه، قاضي الإحالة حتى ما عنده كاتب، سرية. كل الإجراءات سرية بالنسبة يعني غير عملية، اللهم إلا للخصوم، هذا إجراء واحد سماع الشهود حتى الخصوم ما بيحضرون، هي السرية. السرعة، سرعة بالإجراءات والتدوين، والتدوين هذول المبادئ الأساسية هل بمرحلة التحقيق الابتدائي، هل يمكن إذا تذكروا أخذتوا بالفصل الأول بالأصول الجزائية أو ضبط الأصول الجزائية، شفت النظام التحقيقي والنظام الاتهامي والنظام المختار، وقلنا أن النظام السوري أخذ بالنظام التحقيقي مرحلة التحقيق الابتدائي أو التفتيشي، هل يقوم على السرية والريادية والسرعة أو التدوين. وشفنا أن نظامنا أخذ بالنظام الاتهامي بمرحلة التحقيق النهائي أو بنسميها مرحلة المحاكمة، التحقيق النهائي أو المحاكمة، اللي هي دائما تخيل ما تراه بالأفلام، يعني من المحاكمات العلنية والحضورية والوجاهية أو الشفوية. العالمية بإمكانك أن تنزع على أصل العبد وتفوت على أي محكمة صلح أو بداية أو استئناف أو جنايات، وتفوت وحتلاقي قدامك كراسي تفوت تحضر عالمية تحت رقابة الشعب. لأبعد من هيك، مشان ما تنسى مبدأ العالمية، إذا كل المحاكمة تنتقل على التلفزيون، أما شفت يعني كثير بحياتك من المحاكمات المهمة أنه تنتقل على التلفزيون، أما هل شفت أنه تحقيق سري عم ينتقل على التلفزيون؟ لا، لأنه هو سري اساسا من محظورات النشر بالصحف. اي شيء يتعلق بالتحقيق هي جريمه. اذا بتسرب اي ورقه على صحافه مثل تشرين والبعث، وبعض الصحف السوريه يعني اخطات في عده مرات وتم ملاحقه رئيس التحرير وكاتب المقال. اذا من مبادئ المحاكمه العلنيه الحضوريه، لاحظ نحن الغيابيه فيما نفع دعوى من قاضي التحقيق او محرك الدعاء على ضد مجهول، اما الاصل بالمحاكمة حضورية، وان الاطراف بيحضروا جميع الاجراءات، والقاضي اللي بيحكم بده ايش؟ لاحظ انه ممكن يتم اذا بدهم محضر غيابية، ولكن القاضي اللي بده يحكم بده يكون حضر كل الاجراءات والشفوية. شوف الاصل بتاريخ مهنة المحاماة، يعني ليش انت يعني شفنا اعطيت مثال المحاضرة الماضية على اللغة العربية، لا يكفي لشخصية المحامي يجي أن تدرب 5 دورات بالقيادة أيام ودورات بتأهيل يعني أو إدارة مكاتب المحاماة أو من أمور القيادة. القيادة ما لا يكفي، يعني القيادة غير المدير، يعني في سمات لشخصيته مثل الخطابة.
خطابي هو مهم، لأنه قيادي هو هذا الشخص اللي بيأثر بالناس بفعل نحو هدف معين. هتلر قائد، فرعون قائد، بغض النظر عن مدى الهدف وسوء الهدف. النبي عليه الصلاة والسلام قائد، مليار ونص مسلم اتبعوه. هذا دائما يعني من ميزات القائد قدرته على الخطابة. والخطابة انه يعني اذا كان الانسان عنده ملك التكلم ممكن يكون عنده خطابة، ولكن هذا الحدث الكيوت الخجول اللي دائما ما يحب الاضواء صعب التنميات. في انسان متحدث، في انسان المتحدث، في انسان اذا حكى شدك الكريم تبعه ما تخليك يعني تشعر الدنيا. هذا كله ملك رب العالمين ظهر بالانسان. فمن سمات من اولى السمات اللي ندور عليها القاضي او يكون عنده ملك الخطابة، أمام بالمحاماة كان خطابة لازم كبير. لغة السلامة، لغة واقفة توزيع علمه، هذا أمر كله مهم. يعني لأنه كانت المحاكمات الشفوية، اليوم ما في محاكمات شفوية، يعني كثر الضغط المحاكم كلها تعتمد على المحاكمة يعني على المذكرات. ولكن قضية كان واقفة المحامي يثير دور أقناع المحكمة وجوده وحضوره الكاريزما تبعه في العدل. المحاكم اللي تضع مجموعة قواعد تختلف بتميزها عن مرحلة التحقيق الابتدائي ومرحلة التحقيق الأولي. الهدف من المحاكم هو تحري حقيقة إليه، أن اللي خدمت يا قاضي التحقيق ومن وراءه قاضي الإحالة يعملوا على الدليل الضمني، عملهم جمع أدلة وموازنتها وتقرير هل يمنع المحاكمة أم يلزم المحاكمة على الدليل الضمني. إذني لا تنسى هالرقم اللي حيرسل لك اياها، يعني بيشتغلوا على الريحة، دليل الضمن. اذا نشوف ايش الضمن على المدعى عليه بجرح كذا، الضمن اما المحاكم على الدليل اليقيني. اذا مو الادلة واضحة وضوح الشمس بتحكم، ميز بين الدليل اليقيني والدليل الضمني. كثير من الحين الانسان بيسقط في مرحلة التحقيق الابتدائي، سواء من قاضي التحقيق ومن وراءه ومن قاضي الإحالة، وبيصل لمحكمة الجنايات بيسقط شهر شهرين بيطلع برا. ليه؟ في أدلة. أنت تطلع في المحاكم يا سالي، أنت تطلع في قرار من وراء المحاكم سالي، لك سالي جاوبني نحن غيرها. أنت تطلع في المحاكم قرار من وراء. برعب ما في أدلة بروب أو شو دليل، بس مو كافي. أنا اليوم كقاضي جنائي واحد عم يقول لي أنا شفت سالي وهي طالعة ولابسة جاكيت خدمي مثلاً وإيش، وبعدين كان في مقتول بالبيت، واحد قال لي لا لابسة جاكيت أزرق. اختلفت معي القصة، شاهدين وضراء قضين، هذا ما يجي من المدينة الجريمة في القصة مضحك الدليل. أما قاضي التحقيق هذا بالنسبة له بشكل دليل ضمني بشيله من محكمة الجنية. قاضي إحالة بتغنى عنده، مو شغل تدور على الدليل اليقيني. وضحت انتبه للنقطة الهامة اللي إذا ما كانت واضحة مثل عين الشمس لا يمكن أن تحكم المحاكم. شوف شو بيقول، أما الهدف من المحاكمة فهو تحرر الحقيقة عن طريق الأدلة الحاسمة التي لكي يمكن الوصول فيها إيش؟ لحق الدولة بالعقاب، أي لابد من الوصول للدليل إيش؟ إلى اليقين التام. حنشوف هلا بهذا يعني مرحلة التحقيق النهائي، شفنا إنه بيتصف التحقيق الابتدائي إنه سري ومكتوب إيش ويجري من وظائف الخصوم، أما صفات المحاكمة يقول لك عكسه تماماً. هو العلني والشفوي وحضور الخصوم لإجراءات المحاكمة، ولكن ممكن إذا بنلخصه وحضوره يعني إجباري إنه يحضر، ممكن إذا بنلخصه محضر أمن حضوره بالضرورة يحضر، ممكن بلغه وما يحضر تسري بحقه غيابية أو يتبلغ بالذات وما يحضر تسري بحقه بالنسبة الوجاهي. تقييد المحكمة بحضور الدعوة المطروحة أمامه، هذا شو اسمه المبدأ الكلي اللي تقييد المحكمة بحدود الدعوة، شو اسمه؟ أمان 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 يا صالحاني. برافو، عينية الدعوة. أما ما تتقيد بالوصف، تتقيد بالوصف يا عمار
المحكمة تقيد بالوصف؟ لا، ولا قابل تحقيق ولا الإحالة. ولا تنسى هالعبارة، الوصف لا الدلالة لا للحصر، لا الدلالة لا للحصر. تدوير إجراءات المحاكمة العلنية، طبعا العلنية فإذا المحكمة ما ساوت الجلسة علنية شو بصير؟ باطلة باطلة. والعلنية شكل صحة الإجراءات والمواجب المحكمة أن تصرح بها في قرار حكم. شو بيقول لك؟ شو بيقول لك؟ وأثبت له قرار باسم الشعب العربي في سوريا. الهيئة الحاكمة، قاضي طارق خان رئيسا أماني، مستشارا عمار، مستشارا أقرر بحكم أي وقائع أيام يختصروا ونقرر إدانة فلان. شو بيقول؟ قرار صدر وأفهم علنا بده يكون تبي القرار علنا. لا تنسى، انتبه، مو بس الإجراءات علنية، مو بس الإجراءات بده تكون أمام الناس حتى تلاوة القرار، ولكن بدي خبرك خبرية، في الاستثناء مبدأ العلنية. يعني إذا كان جريمة فيها اختصار، ولطالما يعني كنت محامي ب 92 يعني كان عنده دعوة بالجنايات، القاضي بس يخلص الدعاوى العلنية يقول لو سمحت اخلوا القاعة، يكون عنده دعوة تعوتين يعني بده يسوي جلسات سرية، بيكون أيام يعني يعني إذا الجريمة فيها تعرض للآداب العامة، يعني بنت يعني مختصرة اللي تشرح للمحكمة كيف تم اغتصابها، فهذا يعني الحفاظ على الآداب العامة. إذا العلنية شرط لصحة الإجراءات، ومن واجب المحكمة أن تصرح بقرارها في الحكم تحت طائفة البطلان. مبدأ العلمية يعد النظام عام إلا أن عملية المحاكمة لا تطال المداولة. طبعا المداولة هي سرية، هي سرية بتصير بغرفة المذاكرة بين القضاة. شفت أيام بالأفلام مبدو إيش عند النقاط كثير، وقت إيش تقرروا أن المداولة رفعت للحكم يفوتوا بالدولة بغرفة، بيطلعوا بيطلوا الحكم علنية. طلب المشرع العلمية لغايتين، أرى طلب ماني واسع للمدة عليه لكي تجري محاكمته تحت الإشراف العام، والثاني من الحماية القاضي بالشكوك. تشوف الضمانتين شو مهمين، يعني وخاصة يعني لاحظ الإنسان، يعني أنت اليوم بتكون يعني عم تتحاكم على مرأة من الناس، شوف الجلسات المهمة اللي بتنتقل على التلفزيونات، يعني الناس تعرف إنه يعني وعي الضمان، يعني ضمانات الدفاع وإلى آخره. ليس مقصود بالعلنية طبعا انه يكون بحضور الخصوم، وانما ايش يعني انه هي من منشأ من الناس انه يعني الاحضار، حتى في جواز للنشر ونشر الوقائع وشكل التلفزيونات، على عكس التحقيق الابتدائي في منه يعني جلسة كاملة. استثناءات العلنية وهذا اللي بيهمني على سبيل الحصر وليس على سبيل الاستثناء، المحافظة على النظام كما لو كانت دعوة تتعلق بتهمة تجسس خطيرة، مثل اذا كانت يعني هي طبعا المادة 190 والمادة 272 من قانون اصول المحاكمات، اذا كانت محافظة على النظام او على الاخلاق العامة تتعرض دائما اغلب ما يكون امام المحاكم بشوفه بيخلو القاعة وتكون في جرائم اعتداء على الشرع. وما تذكرت المحكمة السبب الذي يحمل على جعل الجلسة سرية، فإن قرار هذا لا يخضع لرقابة محكمة النقض، لأنه هي اللي بتقدر يعني الاعتبارات اللي قامت عليها. ولكن حتى ولو كانت إجراءات الجلسات جلسة 2-3-4 سريات، إلا أنه نطق الحكم اللي بيكون بجلسة عالمية. أنا قال لي أن الحكم فلا يجوز إصداره إلا في جلسة عالمية، سواء كانت المحاكمات سرية أم عالمية. خلصنا المبدأ الأول اللي هو عالمية المحاكمة الشفوية. شوف المادة 176 شو بتقول؟ لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة عالمية. انتبه لمبدأ الشفوية، اللي مو بس هي شفوية من الخصوم، لا لا لا، كل القاضي اللي بده يحكم، القاضي والمستشارين او القاضي لحاله بمحاكم البدايه والصلح، بده يكون كل شيء ادله طرحت امامه. اللي بصير ايام معنا هو انه بيكون محكمه الجنايات او اي محكمه بتجري اجراءات قدامها سنه، بعدين بتطلع تشكيلات بيقوم القاضي من هون بيجيبوا قاضي غيره، وبيكون الجلسه مرفوعه او بتكون الدعوه مرفوعه للحكم. شوف مبدا الشفويه. إذا مبدأ الشفوية يا ابني، أنه النص يا أماني، النص
بيقول لا يجوز للقاضي ان يعتمد الا البيانات التي قدمت اثناء المحاكم وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية. هذا مبدا الشفوية. اذا لاحظوا الفكرة، كل شيء يعني القاضي سواء كان قاضي منفرد او محكمة جماعية ثلاثية، كل بينة قدمت سماع شاهد ورقة خبرة بده يكون تمت امامه. ليش هذا المبدا؟ ليه بده يحكم؟ هتقدر انك تشوف اصعب مرحلة بمر فيها القاضي وتكون قاضي بمحكمة النقض. اليوم انا طالع الخان لو افترضنا على مدار 13 سنة من استري وابناس واسمع شهود، انا فيني اقدر وقت بسمع سالي وبسمع عمار وبسمع اماني اني مو بالسادة. سالي عم تعلق مسكي وعم تتلبك وعم تجهدني تجاوبني اذني متناقضة، عمار عم يحكي بوقائع متناقضة. لاحظ الفكرة، لاحظ الفكرة. اما قاضي النقض بشوف كتابة ما بشوف اشخاص، وهي امر صعب. اما صعب انه هو يقدر هي الشاهد. شوف لذلك لا تتداخل محكمة النقض، لاحظ وتقول هي محكمة قانون، لا تتداخل بقناعة القاضي لانه هو ما فيها تقدر. هي بتقرا فين الشاهد كذا اجاب كذا، بس مين اللي بقدر اذا عم يتلبك واحمر وشه وعم يتأتي؟ مين؟ قاضي الموجود. لذلك لا تتداخل بقناعته. في تراجع مع هذا الفكر كله، انه القاضي اللي بده يحكم بده يكون هو شاف حضر كل الاجراءات هيعطي قراره صح. لذا بيصير ايام انه قلت لك دعوة تمشي قدام الجنايات سنة، وقت بتطلع للحكيم بتطلع تشكيلات في امه قاضي بحبه قاضي غيره. شو اللي بيصير؟ الاوتر ابني انه تعرض كل الاجراءات، ولكن نحن المحاكم ما بتعمل هيك. شو بتقول وقت بيجي القاضي الجديد واول ما بتطلع لهيئة المحكمة على القوس بتقول دنيا جميع الاوراق وتم ايش؟ يعني اعادة قراءة جميع الاوراق امام مثلا قوم القاضي الجديد او ايش القاضي الجديد، وعليه تمام متابعة الاجراءات. هو بيكون ما معاه الاجراءات، ولكن ما عنده وقت المحكمة تشكيلات تطلع بالسابع وبالاول انه والله يعني سبع شهور تعيد بحياته مثلا تنفصل الدعوة. ولكن المبدأ اساسي يعني انه القاضي لا يحكم بالدعوة، وهو مبدأ الشفوية اي يكون الاجراءات كلها تمت امامه. اي شفوية المحاكمة هي قاعدة من النظام العام انتبه العلنية والشفوية والحضورية كلها من النظام العام. واي امر يتعلق بالنظام العام الذي يترتب عليه ثلاث امور يعد باطلا كل اتفاق بخلاف المال من النظام العام. المحكمة المتلقاه تحكم فيما يتعلق بالامور المتعلقة بالنظام العام. واخيرا محكمة النقض يجوز الدفع فيها ولو اول مرة للامور المتعلقة بالنظام العام خلافا للقاعدة اللي بتقول لا دفوع جديدة ولا ضرر جديدة امام محكمة النقض لانه محكمة يعني. لذلك يجب ان تترتب او تتم اجراءات المحاكمه بصوره شفويه في حضور خصوص الدعوه تحت سمع وبصر المحكمه سواء سماع شهود او تقديم طلبات دفوع. فلا يجوز ان تبني المحكمه احكامها على ما يعني على ما لديها من اوراق ومحاضر او ضبوط ما عدا الاستثناءات الخاصه ببعض الضبوط، وانما يجب على القاضي ان يفرغ نفس التحقيق من جديد فيستمع الى اقوال يعني اذا كان في يعني يطلع الاقوال الشهود اللي طرحت للمناقشه. ما كثير بالدواء في هي تصور الامر واضح صار. فلا يجوز القاضي الذي لم يحضر جلسات المحاكمه ان يشترك في اصدار حكم ولا ان يعتمد على تحقيق جرى في غيابه، وانما عليه ان يباشر جميع الاجراءات بنفسه، وهذا اجتهاد لمحكمه. استثناءات مبدا الشفويه، لاحظ شفنا العالميه شفنا استثنائين، هو المحافظه على الامن العام والاداب العامه، الشفويه انه القاضي يعرف كل الاجراءات. دائما انتبه دائما انتبه قاضي الاستثناء او ما تحفظ الاصل، لانه هو يعني بيكون المطب الامتحان. استثناءات مبدا الشفويه يعني الحالات التي يجوز فيها للقاضي انه يحكم دون ما يكون حاضر كل الاجراءات، او ولو انه بالاصول الموجزه. بتفتح قانون اصول المحاكمات الجزائيه بتلاقي في شيء اسمه الاصول الموجزه، والاصول الموجزه يعني وجيزه بسيطه تستخدم ابني بمخالفات السير والانظمه الصحيه والبلديه. لاحظ اليوم كلكم بالسوق بتسوقوا، لو طلبنا نسالي لجتك مخالفه انه انت كنت عم تحكي على الجوال مخالفة الفنية، شو اللي بصير عمليا؟ بدأ الشرطة على جيبها، عم يتصدر هي المخالفة. بإمكانك تستلميها تدفعيها بالمرور. لأن هي الغرامة الألفية للإنسان مجرمة من عقوبة عن جريمة. ابني الغرامة الغرامة لا 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 يا سالي لا ليه؟ الغرامة مو عقوبة سالي.
الحرام من العقودة في شيء اسمه عقود وجيزة سالي نتبه سالي استفتح المادة 37 بقانون العقوبات وما بعدها بيقول لك إن العقوبات الجنائية هي في عادية وفي سياسية. شو هي الإعدام، الأشغال المؤبد، الاعتقال المؤبد، الاعتقال المؤقت، المؤبد، الاعتقال المؤقت. إن العقوبات الجنائية هي الحبس مع الشغل، الحبس البسيط، الغرامة، المخالفات، الحبس التقديري والغرامة. إذا الغرامة هي عقوبة بنتي مثل الإعدام، ولكن الإعدام عقوبة جسدية وهي العقوبة الوحيدة الجسدية بسوريا، والغرامة عقوبة بجهتك. الغرامة عقوبة بجهتك، هي الفكرة. كل ما هنالك احنا بنقسم العقوبات بسالبة حرية وجسدية ومالية، هي عقوبة مالية، هي المصادر. ولكن ايش؟ طيب كيف احنا صرنا هلكوك 4 سنين وهنا عم يقول لك ما في مجال انسان يدان امام المحاكم الا يكون في عنده ركنين للجريمه، ركن مادي سلوك ونتيجه وعلاقه سريه، وركن معنوي بجرائم مقصوده علم واراده وبده يتحاكم. طيب كيف عم يجيب لك ايش؟ ايصال غرامه انسانيه لانه في محطه حزامه. كيف؟ هي هي الاصول الموجزه. لتصاحب الجرائم يكتفي القاضي بالمحضر اللي بتساوي الضغط العدلية. شو المحضر؟ شايف شرطة المرور بالصفيرة يا سامي، وبيفتح دفتر ورد محضر وبيكتب السيارة رقم كلها هوندا جيب إلى آخره، وبيحط إنه إيش مخالفة وبتجيكي على البيت. هي القاضي فورا بيوقعها وكأنه صارت حكم بملغوكي إياها على البيت. حبت تدفعية بإنسان حبك ما حبك، وبالتالي إيصال المخالفة بتكتب إيش؟ بعترض على المخالفة، ساعتها بيعملك محاكمة نظامية وكأنك أي جريمة، يعني تنزل على محكمة صلح السير وبيعملك محاكمة وبتقول لهم لا أنا كنت مسافرة، سيارتي كانت هي وصل وكانت عم يعني عند الصواج إلى آخره، مضحك؟ هن الفلسفة ثانية؟ أما مو لأنه مخالفة، مو لأنه عقوبة، عقوبة المخالفة إنه مثل الجناية، إنه مثل الجرائم، إنه نأخذ الدرك المادي المعنوي، ولكن أصول موجزة إبني لأنه هي جرائم بسيطة. فإيش؟ تكتفي، شوف الاستثناءات على مبدأ الشفوية، هي القاضي يحكم بدون ما يشوف قدامه شيء. تكتفي المحكمة بمضمون المحاضر وتنظر الحكمة بناء عليه، فهمونه؟ فهمونه؟ اثنين ابني استثناء على مبدأ الشفوية. نحن نعرف درجات التقاضي ابني بسوريا على كم درجة؟ وان الكل يجاوبني وان على درجتين. شو محكمة الدرجة الأولى اللي هي صلح وبداية، ومحكمة الاستئناف هي الدرجة الثانية. طيب كثير من الأحيان بنسمع هون شاهد أنا بنسمع ايش؟ بنشوف الخبير عمار طلعت الدعوة للاستئناف. ابني دائما في اثار للاستئناف الاثر الناقل للدعوه انتقلت، والاثر الناشر في مستؤنف فيه ناقل وناشر. شوف الاثر الناقل عم ينقل الدعوه من الدرجه الاولى للثانيه. طيب السؤال، هل المحكمه تحت مبدا الشرعيه بترجع بتجيب سالي بتسمعها وبيت الحسكه؟ لا انا ما بعرف اذا بيت الحسكه ولا لا من حيث النتيجه، بس المهم من غير شيء هي يعني آلية الرؤية ها وتجيب المحكمة وهي خلقة آلية الرؤية. شوف استثناء يا أماني، استثناء أنت لأنه قطع النت معك، استثناء هذا اللي عم نحكيه على مبدأ الشفوية اللي القاضي يفترض ما يحكم إلا إلا يكون حضران كل شيء، هذا استثناء على قاعدة الشفوية. وقلت أمامي كمان ما بعرف إذا كنت حضر يعني موجود ولا لا، أنه دائما تنقوا عن الاستثناءات قبل القاعدة. شفنا العلمين وشفنا الاستثناءات وشفنا الشفوية وهي استثناءات. الاستثناء الأول بالأصول الموجزة مو الأحوال الموجزة، اسمها أصول الموجزة. اثنين محكمة الاستئناف ذي الملزمة لعادة التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى هي تعتمد على أقوال الشهود المزونة. ثلاثة يمكن الاكتفاء بتلاوة استفادات الشهود المذنبة أمام قاضي التحقيق في حال عدم الاستدلال عليهم أو تعذر ذلك. أنت إذا قلت لك ثلاث استثناءات، الاستثناء الأول أصول موجزة، الثانية محكمة الاستئناف، الثالثة هي مرقت معي بحياتي العملية كنت محامي، كان عندي دعوة بالجنايات وكان في شهود سافروا على الأردن، هذا الحديث كان بال 98 ل 99 والشاهد مهم كان بالدعوة.
فاكتفوا بتلاوة أقواله أمام قاضي التحقيق، ما عاد عرفنا له عنوان لا بالأردن ولا هو سامي عنوان بس ما عرفنا له عنوان وين بلغ الأردن وين يعني مصري عمان وأردن ما نحن نعرف وين بس هو آخر طلعت على الأردن فاكتفت المحكمة بإيش؟ بتلاوة أقواله اللي أدلى بها أمام قاضي التحقيق وضحت دي لا تنساهم وتحفظ الفكرة الثانية والثالثة قبل الأولى لأن الفكرة الثانية والثالثة بينتسوا أما الأولى ما بينتسى تحت شعار الأثر الأثر شو يا أماني إيش وحزير يا أماني برافو عليك واضح ابني حننتقل للفكرة الثالثة حضور الخصوم لإجراءات المحاكمة شفنا مبدأ على النوع الشفوية أن تكون كل الأمور يعني أن كل الأدلة يعني طرحت أمام المحكمة وشفنا يعني استثناءين لمبدأ العلمية ثلاث استثناءات لمبدأ الشفوية حضور الخصوم إجراءات المحاكمة هذا يعني مثل ما قلت لكم الخصوم الدعوة الجزائية هي النيابة العامة والمدة عليه شوف أنا إذا بدي أكون دقيق ما كثير بحب هذا الصفر وخصوصا في الدعوة الجزائية يعني أو خليني أقول بالخصوم أمام القضاء الجزائي هي بالدعوة العامة النيابة العامة والمدعى عليه وبالدعوة المدنية في المدعى الشخص المسؤول أو المدعى عليه هذول أربع أشخاص انتبه بالنسبة للحضور بدي فهمك أنا بالنسبة للنيابة العامة يعني احنا عندنا محكمة الصلح ومحكمة القضاء كم قاضي يا سالي بس سالي جاوبني كم قاضي سالي تبني بالمنطق اليوم وقت انا بقول صلح وبداية للقضاء قديش بده يكون الاستئناف 90 واحد لك اذا بالبداية اذا اول درجة ثلاثة بالمنطق بالمنطق حلو اذا اول درجه ثلاثه قد ايش بده يكون الاستئناف؟ انتبهوا معي انتبهوا معي خليكم معي الكل نحن امام الدرجه الاولى قاضي واحد سواء كان صلح وبدايه حضور المحاكم الفرديه قاضي فرد كذلك القضاء العسكري بيسموه قاضي الفرد العسكري شو يعني فرد يا ثاني؟ مو مسدس سمعاني بالعباره ثاني؟ شو قاضي فرد؟ سمعاني بالعبارة قاضي الفرد العسكري؟ مو الفرد يعني من أول شيء الاستئناف كم قاضي؟ لحد جاوبني لسالي كم قاضي؟ بس سالي ثلاثة برافو الجنايات هي ايش؟ هي درجة استئنافية يعني هي قضاة كلها من نفس الدرجة كمان ثلاثة معي؟ النقض اي غرفة من نقض ابني هذه بدها تطلع القرار كمان ثلاثة اللهم الا الهيئة العامة لمحكمة النقض سبع قضاة هي اعلى درجة من درجات التقاضي انا وقت برتكب جريمة كقاضي ثاني وين بتحاكم؟ وين بتحاكم؟ انا اليوم اوصف زلمة بالشارع عملت لا سمح الله حادث وين بتحاكم؟ امام الهيئة العامة كم قاضي هاي؟ أعلى قضاة سوريا رئيس محكمة النقد والأفضل بمحكمة النقد سبعة طبعا ما بعرف ليش ممكن ارتكب جريمة ثانية ما بعرف بس ممكن ما بتعرف الدنيا شو بتعمل ما بتعرف أيام استفز لا المهم حفظتهم أمام هدول إيش قاضي فرد استئناف ثلاثة الجنايات صح انا عندي قاضي تحقيق وقاضي احاله كل واحد فرد بس هي ايش؟ هلا كثير من الحين بيجوا بيقولوا لك طيب هل يعقل بالجناح التقاضي على درجتين؟ وبالجنايات درجه واحده طيب يا ابني هذول شو؟ بنقول لهم ايش؟ في عندي مرحله تحقيق ابتدائي فيها قاضيين ايش فيها بالدرجه؟ يقول لك هل يعقل بالنظام كله القضائي وخاصه لما تكون برا انه انت والله التقاضي والجناح بيكون على درجتين وبالجنايات محكمه واحده طب في قبل مرحله تحقيق ابتدائي وفي قاضيين وضمان حقوق المدعى عليه طيب النيابه العامه يا ابني احفظوا معي بقى وهذا المخطط خليه قدامكم محاكم الدرجه الاولى هي ايش؟ فيها قاضي فرد
تمثيل المياه ده غير امر غير ضروري حضوره. غير ضروري. انا ما كنت اكتب كل شيء عم بحكيه. انا مثل همزه الوصل. شو همزه الوصل يا عمار؟ ترفض ولا تفكر ولا لا؟ انا ما فيني ما عندي مساحه ابني. اذا بالدرجه الاولى شو عندي هيك احفاظ؟ قاضي فرد والنيابه حضور ايش؟ حضور ايش؟ غير ضروري. طيب بالدرجه الثانيه اللي هي استئناف ومع مين؟ مين؟ كمان الجنايات. عندي ثلاث قضاة وايش؟ زائدون زائد نيابه. وحضور اذا ما كانت حضران النيابه كانت ايش؟ كان النيابه مثلا ما طلع القاضي وطلعوا ثلاث قضاة طلعوا الاحكام. قاضي النيابه ما طلع، الجلسه كلها باطله. لا تنساها الاستئناف وايش؟ محكمه الجنايات. هذول نفس الاليه. ابن هذول المخططات اللي كل مره بقول لك عليهم يمكن باخر كتابك يطلعوا سبعة من صفحات، بس والله اذا بتراجعهم وانت رايح على الفحص بالسياره مع فنجان قهوه انا بضمن انه نتشز، بضمن حتى اذا نسيان معلومه وقت بدك تحكم عقلك وتختار بين الخيارات نتشز. اذا شو حضوره؟ حضورها بالمحاكم الجماعية إجباري وهي جزء من تمثيل المحكمة، وإذا كان الموضوع باطل لا تنسوا الفكرة. وضحت؟ طيب النيابة العامة ابني جزء مهم لهيئة يعني هيئة المحكمة الجزائية وحضور ضروري لصحة تشكيل المحكمة، ولا يمكن أن تنعقد في مو بكل المحاكم بس الجماعي. طبعا اللي حيقول لك شو نص المواد أنه جلسات، شوف شو بيقول يعني الجلسات المحكمة البدائية بدها تكون بحضور النائب العام. ميز معي في عندنا إشكالية هي بتقرأ بقانون الأصول بتشكيل المحاكم. قانون الأصول من مواليد 1000 50 بعد 11 سنة طلع قانون السلطة القضائية، هو اللي قال قانون السلطة القضائية أمام محكمة الصلح والبداية الحضور جوازي. وضحت؟ لذلك أنا ما بدأ كثير على هذا الكلام. هلا بالنسبة لباقي الخصوم وكلاهم فلا بد من تمكين، شوف الكلمة تمكين من الحضور. تمكين مو معناتها نحن عم نحكي عن مبدأ الحضورية، مو معناتها إذا ما حضر المدعي عليه أو ما حضر المدعي الشخصي يعني المحاكم تتعطل. تمكين شو يعني تمكين؟ يعني نبلغهم صح إذا ما حضروا الصفر. وضحت؟ لكن قاعدة الحضورية لا تعني عدم ظهور الزعم الحاكم في غير الخصوم، فالمحكمة تقوم بتوجيه الدعوة إليهم ومن غياب تساوية بغيابه يعني يتم المحاكمة بغيابه. وعدلت بحضور الجلسة لأن هذا المبدأ من النظام العام. وضحت؟ خليل لي لكن يجوز بإمكان السؤال وأنت بس تصير القضاة دائما بنصح على المعاهد القضائية اللي تعرف اللي إلك واللي عليك. يعني بإمكانك أنت تطلع خصم من القاعة، بإمكانك تقول له تفضل لبرا، بإمكانك شو بيقول؟ بجوز إبعاد أحد الخصوم أو غير الخصوم، يعني واحد بالقاعة نعمل دوشة، تفضل لبرا، وإذا ما رد علي شو بحق لي؟
باستثناء النيابه هي المحكمه اذا تجادلت مع النيابه تتفضل الى برا، لانه هي خصم، هي المدعي بقضايا ايش؟ الجزائيه، هي الحق العام. بتقول شوف الماده 297 لرئيس محكمه الجنايات قبل سماع الشاهد او في اثناء سماعه او بعده هذا المدعي الى اخره ان يخرج المتهمين للتهمين المدعي. المتهمين من قاعة المحكمة وأن يبقى منهم من أراد ليستنبطوا عن بعض وقائع الدعوة منفردا أو مجتمعا مع غيره، ولكنها ألزمته بأن لا يتابع المحاكم العام قبل أن يطلع المتهم عن الأمور التي جلبت في غيابه. إذا لاحظ فيني أن أبعد يعني خصوم، وبإمكانه رئيس المحكمة لرئيس المحكمة من المحكمة كلها انه اذا عم تسمع شاهد تطلع المتهم من القفص او كل المتهمين. ليش كل المتهمين؟ يعني اذا كانوا بدعوة واحدة او اطلعوا وتسمع الشاهد لحتى تسمعوا بحرية، ولكن بس ترجعوا بتكمل الجلسة بس ترجعوا بتقولوا جرى في غيابك سماع الشاهد وقال ايه كيف 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 وبتعرف وضحت. خلصنا ابني، خلصنا مبدأ العلنية ومبدأ الشفوية ومبدأ الحضورية من هيك اللي صرت مبادئ حكيناهم، وقلنا انه ايش حضور، حكينا بالحضورية عن النيابة العامة وشفنا انه الحضورية المقصود فيه هو تمكين الخصوم من الحضور وليس بالضرورة حضورهم، فعلا شفنا فكرة انه هو حق المحكمة هذا استثناء. خليني لكن يجوز العرض، خليني اقول هذا الاستثناء دائما ركز على الاستثناء. اذا كان هل حق المحكمة انه اذا واحد من الخصوم عمل يعني ضوضاء انه طلعوا بامكانه طلعوا مثل ما شفنا او مع رئيس محكمة الجنايات في الحالة الثانية، هذول خليني يسمون الحالتين استثناءات على مبدأ الحضورية. وانا دائما بخاف من الاستثناء لطلابي لانه هو اللي بينتصر، ركز دائما بالاستثناء الرئيسي. تقييد المحكمه لحدود الدعوه المطروحه امامك تصور قتل بحث هذا الموضوع بيني وبينكم، دائما تتقيد بالوقائع ولا تتقيد بالوصف، ما حوقف عمده كثير يعني لانه يعني تصور مبدا العينيه شرحناه مرارا وتكرارا، حصر سلطه المحكمه بالاشخاص المقامه عليهم الدعوه، والدعوه الجزائيه دائما في مبدا الشخصيه، اللهم لا يتقيد، يعني المحكمه عندها تقيد بمبدا العينيه ومبدا الشخصيه، في تقيد بالمحاكم بمبدا العينيه ومبدا الشخصيه، اما بمرحله التحقيق الابتدائي شفنا انه قبل التحقيق بيتقيد بمبدا العينيه ولا يتقيد بمبدا الشخصيه. هل نقول في المحكمة مقيدة بالشخص الذي أقيمت عليه الدعوة؟ ما بإمكانك تدخل أشخاص جدد، كما لا يجوز لها أن تحكم بعقوبة على من دعي أمامه بصفته شاهد أو مسؤول المال إذا اتضح لها أنه فاعل أو شريك. أيام كثير بيكون محكمة عم تسمع شاهد بتلاقيه أنه له مسمى للجريمة، فهون نفيت الدعي، بإمكانه تبعث نسخة عن الأوراق للنيابة العامة لتدعي من جديد لحقه. حصر سلطة المحكمة بالوقائع المدعى بها، حكينا هون شوف حصر سلطة المحكمة بالأشخاص. خليني دائما بحب التنوين، هاي الأشخاص وهون حصرة بالوقائع المدعى بها، قلت لك هذا المبدأ بالمحاكم موجود، ولكن دير بالك ما في تقييد بالأشخاص بالنسبة لقاضي التحقيق. طبعا ونهيك عن يعني حق التصدي امام قاضي في حاله هو استثناء من هذا الاصل، تتقيد هي بالعينيه ما بامكانك توجه تهمه جديده او قدام تهمه باخرى. انتبه كلمه تهمه ما بدي انا يعني تفهم مني انا ما في طب الوصف، اما محكمه الجنايات كثير من الاحيان يحال اليها انسان بجريمه القتل قصدا، فبيتبين مع انه جنحه يستبدل الوصف للتسبب بالوفاة، على 550 بيتم مع أن تسبب بالوفاة وهي جرحة حد الآن 6 شهور بإمكان تبدا الوصف اللي تقيد بالعينية. لكن أما هي فكرة تهمة لا تفهم منها أنه ما فيها تبدا الوصف،
حق المحكمة في تغيير الوصف الجنوني بتصور واضحة الفكرة ما بدي يعني فيها، لكن المحكمة مقيد بالواقع لا بالوصف، لأن الوصف اللي هو للدلالة لا للحصر. هلا هل بدي احكي هذا اللي اجاكم بالوظيفة إذا عملت المحكمة في الوصف فلا تبرئ من الوصف الأول النقطة إلى الفعل في الادعاء، بل تقول أن الفعل كما عرض على ينطبق على الوصف الجديد وتحكم على أساسه مستبعدة القديم. فيكم شفتوا ويسرع الإجابة المنسق بالوظيفة أنه اجتهاد للمحكمة هو الاجتهاد اللي لاحظ معي موجود هون، الاجتهاد موجود هون بالمجموعة الجزائية. بيقول دائما انتبه معي من المحكمة وقت حنقول دائما أعطيكم مثال، إذا أحيل شخص في يعني محكمة الجنايات بجرم ترويج المخدرات كان مضبوط معه وصلنا 10 غرامات، فبإمكانه تعدل الوصف العشر غرامات شافوا قدر حالة كافية للترويج، لا يعني هم أكثر من الكمية اللي ممكن يتعاطاها شخص، لا محكمة الجنايات شافت بالدليل اليقيني أنه هذا جرم تعاطي، فبتقول أقرر إبدال الوصف الجرمي من الترويج للتعاطي وبتحكم، ما بتطلبوا منهم وبتحكم بها فورا بتحكم. أما اللهم إذا من حال بالترويج والتعاطي وشافت أنه ما في ترويج بتبرأوا من واحد وبتدينه بالثاني. طبعا الظروف اللي ممكن تنضاف للواقع مثل الظروف المخففه المشدده بامكان المحكمه تضيفها، هي ما لها اثر. مثل ايش؟ حنفترض انه انسان شخص قتل واحد، فتبين كان ملاحق به او يعني اتهم بجنايه القتل قصدا، فتبين انه في عمد، هذا ظرف مشدد. الضعف المشدد بتضيفه، وايام ايش اذا تبين معا انه مثلا بجنايه السرقه ما عندي انا بجنايه السرقه تفاحه المال المسروق او اعادته، ولكن تبين انه في وزن ايجابي يعني حاول يعيد المال بعد ما سرقه يستفيد من ندمه الايجابي، فهذا يعني ظرف مخفف بالجريمه. طبعا الظروف المخففه يعني لا تخلق لي بين موانع المسؤوليه والتدبير والظروف المخففة. الظروف المخففة مثل ما قلت لك عدم القربة بجوانب الأموال وقت يكون في تكرار خلال 5 سنوات عندي التفاهة المال المسؤول مخفف إلى آخره، يعني من الظروف في عندي أعذار قانونية، أعذار قانونية محية للعقاب وأعذار قانونية مخففة، والأعذار القانونية المخففة إما عامة وإما بكل جريمة على حدة، والعذر المخفف العام مثل عذر الإثارة والدافع الشريف هذول يعني والعذر هذول كلها أعذار مخففة عامة. إذا تتذكرون أخذتوهم بالسنة الأولى هذول ما انضافتهم المحكمة على الجريمة، لا يعني ما بتكون أخلت مبدأ العين. ولكن يجب على المحكمة عند تغيير للوصف القانوني أن تنبه المبدأ عليه إلى هذا التغيير حتى تتبيح له فرصة الدفاع عن نفسه. طبعا هذا اجتهاد لمحكمة النقض انه بتغير الوصف انه تقوله انه وخاصة ما تكون في تجديد، اما بالتخفيف ففي داعي بالتجديد وقت عم تفعله الجريمة من قتل قصد لقتل عمد انه تقوله انه غير من الوصف الدفاع عن نفسه، هاي ويجب على المحكمة انا اقول لك اياها. هل كما في محكمة الموضوع أيضا حق تصحيح ما قد تقع فيه النيابة العامة من أخطاء مادية، الأخطاء المادية اللي واضح من اسمه يعني بدل ما تلاحقوا تكتب بجنحك أو بالقتل وفق المادة 533 تكتب المادة 530 أو المادة 529، هذا خطأ مادي ما في داعي بتصححه المحكمة، ما في داعي لأكثر من هيك. تدوين إجراءات المحاكمة، طبعا أي شيء بيصير أمام المحكمة الكاتب هو من تشكيل المحكمة وبده يكون دائما في يعني مدون فيه. هل يكفي توقيع الكاتب؟ لا، بده كمان توقيع القاضي، والا كان يعني المحضر باطل. ودائما نحن وقت بدنا نطعم نجيب الاخبار كلها بندور شو عن المحاضر، بلكي نسيان القاضي يوقع له على شيء محضر، فايش يعتبر انه كالعدم باطل هذا المحضر وايش بننقض القرار على اساسه.
دائما على القاضي ان يوقع المصدر كما يوقع الكاتب. اذا كانت جماعيه فلابد من توقيع جميع الاعضاء، هذا لا تنسى لي. واذا كان يعني مو موقع هذا بيطري الدخول المحضر من توقيع احد اعضاء المحكمه، يبقى الحكم اذا تضمن المحضر اجراء جوهري. هذا لا ننساه، هذا اجتهاد لمحكمه النقض، انه اذا في اجراء جوهري سماع شاهد بني عن الحكم والمحضر كله، اذا كان احد القضاه من الوقع، هذا بيؤدي يعني لبطلان الاجراءات وبالتالي بطلان الحكم. حجيه محضر الجلسه انه هذا محضر رسمي له لا يطعن فيه الا للتزوير، لا يطعن فيه الا للتزوير. يعني اذا محضر عم يقول حضرت المحامي سالي او عن المدعى عليه، فاذا احد يعني اذا المدعى عم يناقش انه ما حضرت المحامي سالي عن المدعى عليه، ما بيمكن يقول انه لا ما حضرت، لا يطعن فيه الا بالتزوير. شو اللي يطعن فيه بالتزوير؟ بيتم الادعاء على كاتب الجلسه بجلب التزوير الجنائي، وهذا لا يدري. وصلنا للباب الخامس طرق الطعن بالأحكام. لا طبعا طرق الطعن بالأحكام هي الاعتراض والاستئناف والطعن بطريق النقض والطعن بالنقض بأمر خطي. إذا هون مش نوقف الشباب وبإذن الله المحاضرة يعني قادمة نبدأ بطرق الطعن بالأحكام. كيف تشكون بخير؟ الله يبارك.